لمصلحة مين اللي بيحصل ده؟ أنا عايز أعرف لمصلحة مين اللي بيحصل ده؟ إيه اللي بيحصل؟ الشارع بيغلي، الشارع السوداني بيغلي، في مصر الشارع بيغلي، في إيه بالظبط؟ أنا مش عارف إيه اللي بيحصل بين السودانيين والمصريين ده، مش عارف. مباراة زي أي مباراة في الدنيا، بين ريال مدريد، بين برشلونة، بين أي حتة في الدنيا، إيه اللي حصل بين جمهور الأهلي وجمهور الهلال؟ وإيه اللي حصل بين السودانيين والمصريين؟ ويقول لك مش عارف ده أنتوا لما تيجوا هعمل فيكوا، ولما تروحوا هعمل فيكوا، والمصريين بيقول لهم أصل العجلة دوارة، أصل أنتوا لما تجونا برضه هنعمل فيكوا زي ما عملتوا فينا، طب إيه اللي حصل عشان ده يحصل ده كله؟ وبعد كل دوت يحصل جريمة في بلاد الدارفور بيموت فيها فتاة، وإصابة 6 سودانيين بسبب مباراة كرة القدم اللي هي النادي الأهلي والهلال والسودان النهاردة. اللي حصل الموضوع ده كله تعالوا أحكي لكم عليه، وعايزين نتكلم شوية في إيه بالظبط وإيه اللي حصل عشان جمهور الأهلي وجمهور الهلال والجمهور المصري والجمهور السوداني والشعب المصري والشعب السوداني يعمل في بعض كده عشان إيه بالظبط، أنا معرفش. إشاعة عملية على الفيسبوك في بلاد الدكرور يقول لك الشبكات بين شباب سودانيين وشباب مصريين ضربوا بعض، ماتت واحده او مات واحد، اشاعه واحد منزلها سوداني مش لاقي حاجه يقولها، عايز يولع الدنيا ما بين المصريين والسودانيين. طب انت مصلحتك في ايه بالظبط؟ ان انت عايز ايه بالظبط عشان يحصل ان انت بتولع الدنيا كده بالظبط؟ انا مش فاهم انت بتولع الدنيا لمصلحه مين؟ اللي بيحصل ده لمصلحه مين؟ النادي الاهلي راح السودان هناك ضربوا الحارس علي لطفي واتشتم الاهلي وتفتح عنصريه ومش عارف ايه، لعيبه الهلال جت مصر نفس الحوار، 50,000 متفرج شتم برده في الهلال وشتم مش عارف ايه، وحصل اشتباكات بعد المباراه في اوضه البدلاء وبين لعيبه الاهلي ولعيبه الهلال والامن المصري ومش عارف الايه والايه، ويقول لك اعتدوا عليا واعتدوا عليهم وحوارات قدام، حوار كبير قوي 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 قوي، والاخر واحد نزل لك قال لك قال ايه، واحد مات في بلاد دافور وفاه شاب بسبب اشتباكات بسبب المباراه، كانوا بيتكلموا على مباراه الاهلي والهلال، وده كلمه وده كلمه وراح متسخنين على بعض، قامت مجزره وفي بلاد دكرور السودانيين والمصريين ومش عارف ايه الحق يا جماعه، ده السودانيين بيضربوا المصريين، لا كل ده كدبه يا جماعه. احب افكركم بحاجه واحده بس، كان في شاب سوداني ضيع دراعه، دراعه اتقطع بسبب واحده مصريه، راح ينقذها من جنب القطر، الشاب اللي في الصوره قدامكم ده ضيع دراعه عشان خاطر واحده مصريه. عايز افكركم بالحته دي، يعني عيب 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 اللي بيحصل ده بجد بين السودانيين والمصريين. احنا بنحب بعض وهنفضل نحب بعض، مفيش حد مفروض يدخل ما بيننا، يعني في ناس في عامل ثالث او طرف ثالث بيخش ما بيننا بيولع الدنيا، يقول كلمه هنا يخلي يقول لك انا مصري ومش مصري ويولع الدنيا بيننا، اصل مش عارف ايه، عايز الدنيا تفضل حريقه زي ما هي، عايز الدنيا تفضل حريقه زي ما هي. في شاب شهم جدا 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 دراعه ضاع قدام القطر عشان يلحق بنت مصريه كانت هتموت او ست، هي دراعها برده اتقطع نفس الحكايه من القطر، بس هو حاول ينقذها من الموت، الموت الاكيد، وفعلا ضحى بنفسه ودراعها بطري في دراعه خالص عشان ينقذ الست دي. انا بوريكم الاصول اللي بتحصل ما بين الشعبين، يعني شوف شاب سوداني احمد المدثر، احمد المدثر ضيع دراعه عشان خاطر فتاه مصريه، يا جماعه عيب عيب، احنا طول عمرنا احنا والسودانيين اخوات وحبايب، احنا جيراننا سودانيين واصحابنا سودانيين وعايشين مع بعض في مصر على خير، والسودانيين برضو هناك في مصر بيعاملوا المصريين احسن معامله، ما تخليش مباراة كرة قدم ملهاش أي لازمة تزعل شعبين بيحبوا بعض طول العمر، احنا أصلا طول العمر بالذات الشعب السوداني والمصري يقول لك احنا أطيب شعبين، احنا أحسن شعبين، احنا بنحب بعض، مفيش تفرقة بيننا، احنا دلوقتي لما يكون حرب، حرب، لما تيجي عندي هعمل فيك ولما تروح عندي هعمل فيك ولما تيجي هنا هعمل فيك، مش ممكن، مش ممكن اللي احنا بنسمعه ده. الناس بتسخن الدنيا جدا جدا جدا، والأهلي أصل حرامية، أصل أنتوا بتوع أولاد الكف، أصل أنتوا مش عارف إيه، ويجي على النادي الاهلي الناحيه الثانيه هو انتوا فاكرين نفسكم زعيم افريقيا، انتوا مش عارف ايه، وشتيمه هنا وهنا يا عبد يا مش عارف يا ايه، وهنا يقول لك اصل يا رقاصه مش عارف، كلام ما ينفعش يتقال خالص. يا ريت كل واحد لو في فعلا سوداني بيتكلم في المواضيع دي خلاص كانت مباراه كره قدم واتقفلت على كده والموضوع انتهى، واحنا ان شاء الله حبايب مع بعض وكل حاجه، وفي بيننا نسب كمان، السودانيين بيتجوزوا المصريين والمصريين بيتجوزوا من السودانيين، فيا ريت ننسى الكلام ده كله خلاص، نقطع بقى الموضوع دوت ونطلع الطرف الثالث من وسطنا ونطلع الشيطان من وسطنا، وان شاء الله احنا اخوات وحبايب، احنا بنحب السودانيين، حتى لو في اي حاجه مزعلاكم فحقكم علينا وان شاء الله حصل خير. اشوفكم على خير، ما تنسوش تشتركوا في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.